بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء اليومي هل لا سألوا على الجزائرية الخامسة، قناة القرآن الكريم. معكم فيها ومع صاحبي الفضيلة الدكتور موسى إسماعيل، وباسمكم جميعا نرحب به معنا. فالسلام عليكم ورحمة الله دكتور موسى. أهلا وسهلا، شكرا، بارك الله فيك. إذا نتواصل إن شاء الله مع فضيلة الدكتور للاستماع إن شاء الله للأسئلة والاستفسارات على الأرقام التي تظهر أدنى شاشة بين الفينة والأخرى: 021-239-343، 021-239-342. نتلقاها إن شاء الله بعد بيان موضوع لقاء هذا العدد. جاء عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر نبات، لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا الكلام النبوي الشريف لنا وقفة أيها الأحباب الكرام، نستلهم بعض الأحكام ونقف على بعض التفاصيل المهمة في هذا الموضوع المهم الذي يخص جانب المعاملات دكتور موسى، ومع الحديث الشريف الذي بين أيدينا: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا الحديث جاء من عدة طرق وبعدة روايات، كلها تدل على نوع من البيوع المنهي عنها، من البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيع المسلم على بيع أخيه. ما معنى ذلك؟ أن إذا كان هناك شخص أبرم عقد، يعني أوقع عقد بيع مع شخص آخر، ويجي طرف يفسد عليه البيع ويشتري ذلك الشيء، نعم، بعد أن تمت صفقة البيع. بالأكثر من هذا، في روايات الحديث جاء: ولا يسوم على سوم أخيه. نعم، موش في البيع فقط، حتى على السوم. إذا كان هناك شخص يقوم بعملية مساومة وعملية الاتفاق مع الطرف البائع، ويأتي أحد ويفسد عليه بيعته ويساوم عليه، هذا منهي عنه. أولا، لماذا النهي هذا؟ الأحكام الشرعية جاءت لمقاصد، والمعاملات المالية إذا كان فيها مساس بحقوق الأفراد أو حقوق الجماعة فيأتي النهي عنها، لأن الأخوة بين المسلمين مقصد شرعي، المحبة بين المؤمنين مطلوبة شرعا. فتصور واحد يبيع، يفسد بيع على آخر، وش راح يحدث؟ الشحناء، تحدث الشحناء والبغضاء والعداوات. كل شيء يوصل إلى العداوة وإلى البغضاء وإلى الشحناء منهي عنه. نهى الله تعالى عن معاصي كثيرة، السخرية بالناس، لأنها تعدي على حقوق الناس، لأنها أيضا تفسد العلاقات والأخوة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم عن بيع، يعني على أن يبيع على بيعة أخيه، لما فيه من المفسدة ولما فيه من أن تنشأ العداوات إلى غير ذلك. متى يمكن الإنسان أن يشتري؟ إذا كان المشتري الأول ترك المساومة، أو أن البائع والمشتري اتفق على
يعني إنهاء العقد وعدم إتمام العقد يجي طرف آخر ويشتري ويساوم، لكن إذا تم البيع لا يجوز لأي أحد أن يفسد هذه البيعة، حرام. وإذا تم العقد، لأنه لا يجوز للمتعاقدين إذا تم العقد أنه يتراجعوا، نعم، إلا بالتوافق بينهما. عندنا احنا في الفقه الإسلامي ما يسمى بالإقالة، إقالة العثرة. الإقالة وما معناها في البيع؟ نعم. فرضا أني شريت معك، تفهمنا، واتفقنا، نعم، وتم البيع إلى آخره، ثم أنا كمشتري مثلا عندي رغبة أني ما نكملش البيعة هذه، وتم البيع، نجي نطلب منك، قال يعني إذا تتفضل مثلا عليا أن ترجع لي الثمن ونرجع لك السلعة، ولا نبطل هذا البيع وأنت تقبل. هذه إقالة، نعم، البائع أقال المشتري في هذه البيعة. ولا واحد باع والمشتري خضى هذيك، تم البيع، ثم البائع تراجع، شاف انه من المصلحة انه ما يبيع، شاف لأشياء، فطلب من المشتري، قالوا اذا تأذن واذا تسمح نعود نحبس البيعة، فالمشتري مثلا يقبل، هذه تسمى إقالة. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع الإقالة بالتراضي بينهما، بل جعل الأجر والثواب لمن يقيل أخاه. واحد شرى سيارة مثلا مع واحد، وبعد ما تمت البيعة المشتري أراد أن يبطل هذا العقد، وراح للبائع، والبائع قبل ورضى إلى آخره، هذا البائع عنده أجر على هذا الأمر، لأنه عملية تسهيل وتخفيف على الناس، سمحا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. والسماحة تقتضي مثل هذه المعاملات بين المؤمنين. إذن كان فرق بين أن واحد يأتي يجي ويفسد البيعة على المتبايعين بعد ما تمت البيعة ولا أثناء المساومة، وبين أن البيعة الأولى تتوقف، نعم، وتصبح حرية البيع من جديد، ويجي طرف ويعرض رغبته في هذه السلعة ويطلبها للبيع. إذن الأولى ممنوعة والثانية جائزة، نعم. والغرض كما قلنا من ذلك وهو الحفاظ على الأخوة الإسلامية، حفاظ على وحدة المسلمين، حتى لا تزرع العداوات والبغضاء، حتى لا تملأ القلوب حقدا على بعضهم البعض، لأن هذه المعاملات إذا انتشرت، شوف، أولا تضيع الثقة، نعم، إذا ما كانش احترام العقود وأن لا يبيع مسلم على بيع آخر، معناه ما كانش ثقة. اثنين، لو كان هذا الحكم لماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن استقرار العقود أمر ضروري في استقرار السوق. السوق إذا استقر معناه فيه خير وبركة على التجار، لكن إذا لم يكن السوق مستقر لوجود مثل هذه المعاملات تضيع كثير من المصالح. لهذه الأسباب شرعت السنة النبوية مثل هذه الأحكام، يعني في مسألة البيع. نعم، مشكور شيخنا بارك الله موسى، بارك الله فيك على البيان والتوضيح لهذا الحديث النبوي الشريف، لهذه المعاملة المهمة لنا جميعا في الأسواق وفي البيع والشراء وفي حياتنا اليومية. شكرا جزيلا. معنا السيدة خديجة من الجرفة، نستمع إليها. السلام عليكم. السلام عليكم سيدة خديجة، مرحبا. أخويا، نطرح لك سؤال، طرحت عليكم البارح سؤال.
تفضلي. ما وضحت ليش الإجابة مليح ما فهمتهاش. عادي سؤال عادي لا بأس. قلت لكم عندي أختي ما قلتها مرض نفسي. مش فاقدة عقلها ولا متعرف أنا هربت عليها وإنما أخذها مرض نفسي سكار وتكره. لا تقابلش الناس ما تكره حوايج تشريها مو تكرههم مثلا هذه حوايج كما فيها. ما تحبش تصلي. طيب. وش الاستغفار تستغفر وتسبح معناها بيديها التسبيح تقرا قران. نعم. معناها هذا نقطع قدامهم. طيب وش ما فهمتيش في جواب الشيء؟ معناها رب العالمين راه ياجرها على هذا الاستغفار والقرايه واللي يدير بها ولا كيعرف مش تصلي ما تستغفر. نعم طيب واضح. هذه هي اللي نقص وضعها هذه الإجابة مليح يعني نسأل فيها إيه أجرها ربي راه يسمع أو تطلب رب العالمين فيما يقول يا ربي اسمح لي معناها فات الروح يا ربي راني نصلي وراني الله قالب علي ويا ربي اغفر لي ويا ربي يفحمني ويا ربي بس هذا السمع في جزء التقار والقراية معناها راه تشهد تبدا ترقد وتتقار بس تستمر كما هيك والله ما تقبلهاش أما عادها قلت هذه هي طيب سؤال واضح فيها. تماما يا خديجة هي تتيسئذيني سؤال واضح واضح لا داعي للتفصيل أحد. نعم واضح صح الله يحفظكم بالسلامة شكرا الله يحفظكم مع السلامة من العاصمة الأخت نادية. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام على الشيوخ. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا يسلمك. اسمع شوف عندي دواء نديرو في عيني عندي مدة شهور برك باش نحكمكم ما قدرتش نحكمكم ما بحتالهم الحمد لله. دوالي نديرو تاع لي قلت على 8 تاع الصباح ونديرها 8 تاع الليل بصح هذوك لي قلت كي نديرهم نص ساعة من بعد ساعة يحبطوا لي. هاد ليا ما في شعبان راني صايمة راني نصوم بصح قالوا لي صومي صدر الدين اما هادي حسنة ما عندك حاجة تقدري تصومي ما يحبط لك هذاك المر معليش بصح رمضان حبيت نسقسي كيفاش ليش نسيتو ما رديتش الخبر. شحال ديري من القطرات تيا في العام؟ وحدة صباح 8 وحدة 8 تاع الليل وما من المغرب راك تشوف الليل حتى يقدر يفوت 8 يامات الاخرين. واضح السؤال. واش ندير يحبط طيب. المر قطران قطران. سؤال واضح ان شاء الله. هذا ماك هذا واش هذا بيا الشيوخ دعوا لي العينية خاطرهم مرض بزاف اللي وين داويت ما صبتش العلاج. ربي يشافيك ويعافيك. ماذا بيا تدعوا لي باش ربي يشفي لي خاطر الضباء عندي ضباء في عيني ما نشوفش كيبقيت كامل مرة ما نشوفش. نعم. راه يولي لي تولي لي نشوف نشوف فيا مليح. ربي يشفيك ان شاء الله. ربي يشفيك ويعافيك. يعطيكم الصحة. ويرد عليك البصر ان شاء الله هو نور العين ان شاء الله. ان شاء الله كامل. امين. يعطيكم الصحة والسلام عليكم. السلامة سيدة نادية إلى عبد الرحمن من العاصمة. أخ عبد الرحمن. عبد الرحمن مرحبا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام على الضيف تاعك إن شاء الله. أهلا وسهلا. اللهم الشيخ أنا والله نسألك في واحد السؤال عندي واحد الجار يعني هذه ماهيش المرة الأولى ولا المرة الثانية ولا المرة الثالثة يعني كل يوم عنده مشاكل معاني دي المشاكل نتاعنا ويعني حتى الحق أنني أنه يعني يقول بالكلام البذ ويسب ويطيح حتى كما نخرج من الجامع والله ذاك والله يعني بالأحرى السيد هذا حد مثلا يدير روحه شقول يسيطر علينا وإحنا سامحناه وجايين ذوك العواشر هذا ذوك كي تروح تقول له خلاص يا شيخ والله نسامحه والله يحسبها منا ضعف وما هوش المرة الأولى موش المرة الثانية يا شيخ يعني انا شخصيا ضرني كثير 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 وما هيش يعني مش خوف منه والله خوف من ربي سبحانه عز وجل دائما انا نبادر في السماح ولكن الخطره الاخيره هذه يا شيخ حتى تهجم عليا بالايدي هو واولاده وكذا وانا خارج من صلاه المغرب قال كلام بذ يعني اجرحني به ومجروح لحد الان ودائما في صلاتي في صلاه الصبح في صلاه النافله في صلاه القيام يعني سامحني نقول كلام عليه يعني يا رب سبحانه عز وجل نشكي البلوى نتاعي والشيء اللي يعني بلاني بهذا الجار هذا ربي سبحانه ودوك انا جاي رانا في شعبان وجاي رمضان وانا مانيش قادر يا شيخ والله ماني قادر حتى ونشوف سامحني بهذه العباره نشوف في وجهه
حتى يعني طيب خير يحصل شيء واحد الشيء ما تقدرش تصور، ومازال وشكون يمشي ويتفرعن وكل ما يشوف ويخرج من المسجد ويصلي في المسجد ويخرج يقول يتفرعن، وهذا موش صغير ولا كبير، هذا انسان بولاد ولاده مزوج. طيب واضح يا عبد الرحمن، واضح ان شاء الله. شكرا بارك الله، شكرا، مع السلامه. طيب شيخ موسى، مدام خديجه من الجلفه اللي كانت اتصلت بالامس عن اختها التي تعاني من بعض الامراض النفسيه، الله يعافيها ويشفيها يا رب. نعم، اذا كان جايب اخبار وعارفه وكذا هذا ابليس غالب، هذا واش نقول. نعم. اما قضيه الاجر، الاجر الذي يعطي الاجر هو الله، ما هو ولا واحد. يعني قالت كي دير هذيك النوافل ومأجورة وهي تترك الصلاة. شوف، احنا نعتبرها بأنها مسلمة عاصية. نعم. والمسلم العاصي قد يفعل بعض الفعل الخير لكن لا يحرمه الله تعالى من الأجر عليه، لكن أكيد أنه بترك الصلاة راح يأكل هذيك الحسنات، لأن لا يوجد معصية أكبر من معصية ترك الصلاة. لهذا نقولها الأمر بيد الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هو الذي يغفر أو يعذب، ولكن لا يمنع من رحمة الله تعالى أن يعطي لعبده من الأجر ولو كان عاصيا ويرتكب بعض المعاصي، لأن الجزاء بيد الله تعالى لا بيد أحد. وخلوها ما دام راهي تستغفر وترجع وتتوب وكذا، نزيد نصحوها بالصلاة لعلها ترجع للصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن يبقى أن الصلاة هي أعظم واجب بعد الإيمان، وترك الصلاة أعظم معصية على الإطلاق. نعم. نعم. مشكور شيخ موسى. الحاجة فاطمة من تيارت. أخ محمد مرحبا بك، أهلا وسهلا. السلام على شيخنا الكريم اللي منه نستفيد إن شاء الله. وعليك السلام ورحمة الله. المهم الحاج محمد بين نسأل شيخنا الكريم على سؤالي الأول، يعني كي تكون في الصلاة يعني هاكا مستحب في السجود في الدعاء لله عز وجل وتطول يعني في سجودك، يجيك خشوع يعني وبكاء لله عز وجل يعني في الحاجه اللي تحوس عليها تدعي المولى عز وجل. واضح ان شاء الله. هذا سؤالي الاول. وسؤالي الثاني، يوم الجمعه يعني في المسجد شفت كاين بعض النساء راهم يجوا بلا جوارب للصلاه، هذه الاولى. والثانيه، كانت واحده حذايا انا اداني الغيره على اسم الله، يعني شوفني هنايا واش يقول لي الشيخ في السبحه، يعني راه شت فيها ذكر الله، نذكروا فيها ذكر الله، ماشي السبحه صافي، في الذكر تاعها، الذكر تاعها رانا نذكروا ربي سبحانه عز وجل، سبحان الله اكبر لا اله الا الله، لكن شوف كي يجوا ماشي يحطوها بمهل، يعني ترفدها تردخها. انا هضرت معها قلت لها هذيك الاله راهي كما قال لك وسيله ليك في ذكر الله، علاه ترتخيها؟ السما راه فيها اسم الله هذه. قالت لي يا بنتي مانيش عارفه ومنا. قلت لها لا، حافظي عليها كيما راكي تسبحي في يدك وراكي متلذه في ذكرك في يدك اليمنى، لكن ديك السبحه راه فيها حب لله عز وجل، فيها ذكر الله، يعني حافظي عليها علشان ذكر الله. انا مانيش نقول لك على السبحه. طيب. ولا بصاني نقول لك على يعني ما الحكم في هذا. واضحه ان شاء الله. مع السلامة، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ لنا البلاد إن شاء الله، ويجيب لنا الناس مخلصين إن شاء الله. بارك الله مع السلامة. شكرا جزيلا. طيب نواصل في الإجابة. والسيدة نادية من العاصمة تسأل وتقول عن هذا الدواء اللي تجعله في عينيها وحكم. نعم. الصيام معه. نعم، نقول هذه القطرة هذه ولا زوج قطرات هذه وين راح تهبط؟ نعم، نقول هذه قطرة مقدار الدواء هذا القليل مع العين وامتصاص هذا الدواء كيفاش راح يوصل للحل؟ ما تشعر به ماهوش القطره هذيك، ولهذا هذيك القطره ما تفطرش، يعني هذا الشيء نقولها. رمضان ولا تصوم في الدين تاعها ولا في النافله، القطره وزوج قطرات هذوك
ما يوصلوش الى درجه الافطار. نعم. لانه ما يوصلوش، يعني هذا راح يوصلوا للحلق، يعني القطره كي تتوزع على مستوى العين وتنتشر راح تبقى في هذاك المستوى. نعم. لهذا ما ليست من المفطرات. نعم. طلب الدعاء ان شاء الله ربي يشفيها، ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله ويشفينا جميعا يا رب. ربي يشفيها ويخفف عليها ان شاء الله يا رب. وكل مبتلى ومريض يا رب ان شاء الله. عبد الرحمن من العاصمه يشكو هذا الجار شكوى شديده يا شيخنا ويؤذيه اذن شديد. احنا واش نقولوا، هذا يا ويحه. نعم، جار سوء والعياذ بالله. نعم، النبي عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ من الجار السوء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت عنده امرأة وذكر من كثرة صيامها للنافلة وصدقتها وصلاتها قيام الليل والنوافل، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. وذكرت عنده امرأة أخرى وذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في الجنة. لما نقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يؤذي جاره والله لا يؤمن، ثلاث مرات ويحلف والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني هذا الجار اللي لا يسلم الناس من أذاه، هذا ما هوش مؤمن حق الإيمان. هاو تخو يقول خير يخرج من الجامع، واش من الفايدة يروح للجامع وبعد يأذي الناس؟ الجامع باش يربي الناس، ما هوش باش يخرجوا الناس بهذا الشكل. إذا كان المؤمن اللي في قلبه الإيمان يخاف يأذي حشرة. نعم. وهذا يأذي عباد الله تعالى، واش نقول له؟ نقول له أولا تصبر عليه. نكمل معه ممكن شيء؟ نعم. حتى لا نطيل أكثر على هاجر من ولاية المدية. سيدة هاجر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيت نسقي الشيوخ الكرام. تفضلي. على انا كنت درت نذر، انا طورت ما حملتش، من بعد كي حملت توفى لي البيبي. كي توفى لي البيبي قلت ان شاء الله اذا رزقني ربي ما ناكلش لابيلي، اذا رزقني ربي ما ناكلش لابيلي الا اذا جات في صحتي. طولت انايا باش حملت مراتك الطفل اللي مات، من بعد كي مات لي ذاك الطفل جبت طفل واحد اخر جايت السيزاريات، من بعد ثاني جبت طفل واحد اخر من نحمل يكون دايما مريضة، من بعد دوكا راني ناكل في لابيل، عندي ذاك الطفلة صغيرة في مرة 8 شهور وراني ناكل في لابيل عليه. ما انا خلصت بصح راني ضميري انا فيه. هذا السؤال الاول. فهمتني شيخ؟ عاودي فهمينا. شوفي نسألك حاجة. ايه. قلتي إلا إذا كان مرضتي ولا واش قلتي؟ ايه إلا إذا جاتني في صحتي. ودوكا جايتك في صحتك؟ أنا كلها. تقريبا دايما مريضة. خلاص. هذا ماشي لدرجة نحمل زعما، كي نحمل دايما مع الطبيب. نعم. طيب. هذا السؤال الأول. نعم. وعندي سؤال واحد آخر. يما تحب تصلي دائما تعوض كما احنا نقول تعوض ما اللي فاتوا. تقضي الصلاة. ايه تحب تقضي. كي تحب تقضي ما قالوا لها في الليل قبل الوتر ما كانش لازم تصلي الوتر باش زعما هو التالي تخليه. هي تحب زعما تصلي الوتر من بعد المرة تقضي. مفهوم؟ مفهوم. نعم. صح هاشم. شكرا يا هاشم. السلام. الله يحفظكم وادعوا لي ان شاء الله. مع السلامة. يحفظنا ويحفظكم جميعا. أم أمينة وهران. أم أمينة من وهران. وعليكم. وعليك السلام ورحمة الله. الله يخليك شيخ ويتمسخ فيك. أهلا وسهلا.
انا الوالده تاعي كان عندها الانسان في لابوك. طيب ام امينه نقصي التلفاز الله يرضى عليك، نقصي التلفاز تماما، نقصي التلفاز. اعيدي طرح سؤالك. فكان الوالده كان عندها الدهان في لابوك ايه، ومن بعد الفوائد تاعها خرجتها، وانا الابن تاعي كان فيه ديون، وانا عطات هادي باش نعطيها له بلا ما يعلم هو، بلا ما يعلم هو. صح انا ولدي رد الدين قبل ما نعطيها انا ديك الفوائد، وانا قعدت عندي وقالوا لي تقدري تصرفي بها، وانا كان في يدي مديت فيها بديك الفوائد، واش هذا جائز ولا غير جائز؟ انت عطيتيه الفوائد بعد ما سدد هو الديون. ما عطيتهاش لولدي، انا اللي عطيتها في دين كان فيا انا. وين صرفتيها هذه الفوائد؟ لا في دين كان فيا انا، كان فيا دين قضيت بها الدين تاعي. ايه هذا انا سؤال، واش هذا جائز ولا غير جائز؟ لا غير جائز نعاود نردها. واضح. نعم. وانت علاش ما قضيتيش الدين تاعك بدراهمك؟ ها ما هذاك حد ما لحقتلاش. طيب. ما عنديش مدخول وحده اخرى اللي نقدر نمد منها. واضح ان شاء الله. واضح. وضغط لكم ثاني حاجه، حمل بكم دعوا لولادي بسبب على الدين وعلى الصلاه الخسره كاع ان شاء الله يا رب. الله يثبتهم ويرزقهم الاستقامه ان شاء الله. امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. طيب والناس من فرنسا. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حبيت اسكو ممكن ندير رقم التليفون تاع الشيخ موسى. طيب خلي رقمك سيده والناس رجاء لك ولكل المشاهدين، اللي يطلب الرقم يتواصل مباشره مع المخرج. وعندي ملاحظه اذا كان تفضلي. نعم نديرها لكم، يعني ما نعرف يعني نديرها لكم باش نعرف. تفضلي يعني تفضلي. نعم نتمنى انا مانيش غلطه. الشيخ قديم قال تاع القط اللي قلت تاع العينين اللي يديرهم في العين ما يتكثروش، بصح في العين كي نديروا قطرات في العين ووقت قريب بين المغرب. لما يكون الوقت قريب يعني. كي يكون وقت قريب الفجر باش يبدا الفجر باش نصومو، ولا في الليل في قبل كما باش نحبسو ما ناكلوش ونديرو القطرات في العينين، كي اديو في الكنال تاع العين لهنا من يهبطو يروحو حتى كيما نقولو القرجومة كيما قال الشيخ عم يوصلوا للقطرات عم كي نديروهم واش عليها باش نحبسو ما ناكلوش عم يهبطوا لهنا. نعم نسقسيك اسمعي للشيخ. اسمعي للشيخ. هل راك مختصه انت طبيبه وكلا ولا فقط مجرد؟ طبيبه طبيبه طبيبه. لا نعم. طبيبه صح. ملاحظه اللي درتها ملاحظه. انا حبيت نقول ما دام راني نتكلم مع واحده مختصه، القطره هذه قطره واحده، الحجم تاع القطره مع حجم مساحه العين ومع العروق مع هل من الممكن توصل لهذه القطرة ولا أثر جزء من القطرة؟ هي القطرة هذه كي ديرها في العين تصب أي ما تدخلش تروح حتى الكنال لهنا في اللي جاي تحت العين، أي ما عندهاش حتى مساحة باش تدخل عليها غير عندها من العرق. نعم. ولهذا يسمحنا نقولوا بانه ماش توصل حقيقه القطره للحلق باش تبلعها. لا توصل الحلق في ساعات توصل الحلق يعني. يعني فيها بس حل من ممكن المراه هذه تدير القطره حتى او 4 ساعة قبل ما نحبس الماكله الصباح. واضح. احنا نزيد نقول نتكلموا في الموضوع ان شاء الله. طيب بارك الله فيك سيده والناس. ان شاء الله. انا ماذا بيا رقم تاعك باش. طيب انت ما تقطعيش الخط، المخرج يتواصل معك ياخذ منك الرقم ويتواصل بعده الدكتور موسى. شكرا. مع السلامه. شكرا. طيب عبد الله من فرنسا. نعم اخ عبد الله ونجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الله. الله وبركاته. واستاذ بغيت نكمل مع الشيخ موسى.
عندي واحد السؤال. تفضل. أنا عندي ماسكو في فرنسا وعندي شي أختي في الجزائر، كيما نقولوا راح جاي سيدنا رمضان، باش معدي أنا ديابيتيك في مدينة الأنشيلين، شحال لازم عليا نعطيها الفترة تاعي، شحال لازم نعطيها معدي أنا ماسونج في مدينة الأنشيلين؟ نعم يعني شحال المقدار الفدية؟ نعم شحال المقدار الفدية؟ باش نعطيها نقولوا باش نسولهم منها منا أنا أختي خاطر ما تخدمش عندها في واضح واضح عشيرة. الله يغنيها واضح. إن شاء الله نجاوبوك إن شاء الله. اسمع الجواب بعد قليل الأخ عبد الله. شكرا. شيخ موسى كنا توقفنا عند السائل عبد الرحمن من العاصمة اللي يشكو هذا الجار جرسو. نعم. الذي يسبه والذي نعم. يهينه. قلنا بأن يعني من أسوأ يعني من الشقاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل ربعة من السعادة وربعة من الشقاء. نعم. جعل من أسباب السعادة الجار الصالح كما أن من أسباب الشقاء جار السوء. هذا الإنسان اللي يروح للمسجد ويأذي جيرانه ويأذي الناس، إذا كان يظن باللي راح يكلخ رب العالمين راح غلط في حسابه. رب العالمين هو اللي قالنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الأثر عن ابن مسعود وجاء مرفوعا أيضا أنه قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. الأصل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء، لكن نقول للأخ الكريم أنت تصبر له، وإذا كان الأذى تاعه ما يتوقفش كل ظالم كان ظالم أكثر منه، أدعي ربي ينجيك منه. هذا واش نقول لك؟ آمين إن شاء الله. وثاني في نفس الوقت اللي ما عندوش واللي يحميه القانون يحميه. هذا واش نقول؟ ربي يهدينا جميعا وربي يبصرنا بعيوبنا إن شاء الله. آمين. طيب الحاجة فاطمة امتيارت الإطالة في السجود لما الإنسان يبقى يدعي ويطيل سجوده. نعم. هو أن واحد يطول في السجود لما يكون إمام ما يطولش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أم قوما فليخفف. لكن واحد كيصلي وحده وحب يطول في القراءة يطول في السجود يطول في الركوع يطول واش حب، وخاصة إذا وجد لذة ووجد يعني خشوع وخضوع في السجود يقدر يطول ما فيش مانع. هو اللي ما يطولش قلنا الإمام ما يطولش باش ما يطولش على الناس، هذا هو اللي ما يطولش. أما اللي صلى وحده خاصة النافلة وجد ربما كيس جد وجد نفسه في خشوع فهذا يطيل إذا الشيء اللي يقدر. نعم. طيب ما ذكرته يعني أنا ترى النساء يوم الجمعة تصلين بلا جوارب يصلون بلا خليهم وش ندير لهم؟ نقول أختنا الكريمة ما يجوز لهاش تنهى النساء عن الجوارب، لأنه لو فرضنا أن هذا منكر، لو فرضنا في شروط تغيير المنكر ألا يكون هذا الشيء مما اختلف فيه العلماء، والجوارب مختلف فيها لأن القدم هل هي عورة ولا ليست عورة؟ اختلف في ذلك. نعم. يعني من العلماء من قال أن القدم ليست عورة، وهذا الرجل يعني القول هو اللي يترجح في زماننا هذا مع شدة الحاجة إليه، القول بأن القدم ليس عورة مثل اليد هو مذهب الحنفية، وقال به بعض الشافعية والمالكية، قال به ابن تيمية من الحنابلة،
قالوا أن القدم كما اليد لا ليست عورة. نعم. إذن المسألة فيها هذا الوسع، ولهذا نقول أخت الكريمة أنت حبيتي تدير الجوارب ديريهم، وحدة ما دارتهم شو لا ما تلوميش عليها، لأن الأمر مختلف فيه وفيه توسعة وما نضيقوش رحمة ربي الوسع. هذا هو نعم. حكم من ألقت السبحة في الأرض، هي ما تأخذهاش بهذا الشيء هذا إلا كان حالة واحدة. نعم. السبحة اللي مكتوب فيها الله أو مكتوب فيها محمد صلى الله عليه وسلم حرام ترميها في الطريق ولا يعني في الأرض. أما السبحة اللي ما فيهاش اسم الله واسم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، الأمر ما يوصلش للدرجة هذه تاع يعني الآخر تاعها، لأن عادة هذيك المرأة اللي حطتها قدامها حطتها موش من باب الإهانة ولا حطتها بدما ترفدها ولا، لكن إذا فيها اسم الله ما يجوز لاش ترميها في الأرض. في الأرض. نعم. نعم. طيب بالنسبة للهاجر من ولاية المدية، هذا النذر الذي جعلته نعم. هو ما بين لي النذر ولا حليف؟ إذا كان حليف حسب نيتها، إذا كان حلفت نيتها اليمين بهذا الشكل يكفيها كفارة اليمين، وإذا كانت كان نذرا هاي استثنات، الاستثناء موجود لما قالت إلا إذا كانت إذا مرضت ولا، وما دام راهي تقول أنها يعني مريضة، وهنا إذا كان مريضة وهي أصلا استثنات ما يشمل زوم عليها، كي تكون صحيحة صح توفي بالنذر ما دام مريضة يسقط عليها النذر، لأنه لما نذرت استثنت ينفعها هذا الاستثناء. نعم. سألت لأمها لتقضي الصلوات الفوائد، قالوا لها بعد ما توتري في الليل ما تزيديش تقديم وراء صلاة الوتر، هل هذا صحيح؟ هي هذا من باب الأفضلية موش من باب أنه لا يجوز ويجوز. نعم. من الأفضل إذا كان الأم تاعك مثلا قلها راح تقضي بعد العشاء، الأفضل أنها ما تصليش الشفع الوتر حتى تقضي وتصلي الشفع الوتر، لكن إذا صلات الشفع الوتر وبعد قضات ما فيها حرج يعني جايز، حتى النافلة جايزة. هو المكروه وين بالضبط؟ الصلاة بعد الوتر متى تكون مكروهة؟ لما واحد راح يصلي نعم ويصلي الوتر ومن بعد ينوض يصلي بعد الوتر، هذا هو المكروه. أما إذا كان صلى الوتر ورقد ولا تعشى ولا قعد مدة ومن بعد ناض يصلي ولو ما رقدش جايز له، ما فيش مانع. هو المكروه لو كان واحد عارف روحه راح ينوض يصلي بعد حين ومن بعد تيك مثلا جاينا رمضان، واحد صلى العشاء وبعد يصلي شفع الوتر ومن بعد ينوض يصلي التراويح، هذا من المكروه. علاش؟ لأنه راح يصلي النافلة بعد الوتر مباشرة. أما اللي إذا وخروا حتى يعني وقت رقد ولا كما قلنا تعشى إلى أو دار أي حاجة افصل فلا كراهة. نعم. يعني ما فيش كراهة. نعم. طيب بالنسبة لسؤال أم أمينة من وهران، السؤال الأول عن هذه الفوائد التي استغلتها في تسديد دينها، قالت ما كانش عندي المال وسدد ديني. إذا كان حقيقة ما عندهاش دراهم ومحتاجة وعندها ديون تدفعها، ممكن تسدد الديون بهذا الشيء اللي عطاته لها يمه. لكن لو كان واحد آخر عنده وقادر يسدد ديونه ما يجوزلوش. أنا سألتها قالت لي أنا ما عنديش جهة أخرى، عندي الديون عن عليا ديون ما عنديش مدخول، ويعني ضيقت عليها
في هذا ما فيش ان شاء الله ما فيش مانع. طيب سؤالها الأخير أو رجائها الدعاء للأولاد بالثبات على الدين والاستقامة. ربي ندعو لها وندعو لنا ولولادنا إن شاء الله جميعا، ربي يستر أولادنا جميعا وربي يحميهم ويحفظهم وربي يبصر الشبيبة جميعا، وهذا وش نقولها، وربي يهدينا وإياهم آمين. سيدة والناس من فرنسا، ما ذكرته لكم دكتور موسى عن قطرة العين؟ نعم قطرة العين. أنا مع احتراماتي للأستاذة لأن هي مختصة في هذا الموضوع، لكن أنا ننظر المسألة نظرة فقهية واحدة أخرى. نعم. إحنا عندنا في الفقه نقول أختنا الكريمة يعفى عن بعض الحالات مع أننا نتأكد من وصول شيء إلى الحلق، إذا كان هناك حرج. الآن كثرة الأمراض مع كثرة الأدوية وحاجة الناس إلى هذا الدواء، ومع قلة الدواء يعني القطرة هذه وقطرتين، كم شحال راح يوصل للحلق هذا؟ يعني ماهوش الدرجة هذيك اللي نقولوا أنها تفطر الصائم، لأنه عندنا احنا في يعني لو نذكر أمثلة مما عفي عنه، عفي عن غبار الطريق، عن غبار المصانع اللي يخدم ولو يخدم في السكر ولو يخدم في أي حاجة. نعم. ويستنشق مضطر، المرأة كي تكون طيب وتستنشق البخار معفو عنه، المناطق اللي تكثر فيها الحشرات وربما واحد يبلع حشرات مثل هذه معفو عنه، من أجل ماذا؟ لأنه فيه حرج. لهذا أنا ما زلت متمسك بالكلام اللي قلته، أن القطرة تاع العين، القطرة والقطرتين ليست ما توصلش إلى درجة الإفطار. إفطار. نعم هذا، والمريض يكون مطمئن إن شاء الله. وأختنا الطبيبة جزاها الله خيرا، نقولها الدين الله يسر. ولو رجعنا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم نجدهم كانوا يسهلون في مثل هذه الأمور. نعم. نعم. طيب إلى عبد الله من فرنسا ليسأل عن مقدار الفدية التي يعطيها لأخته، يعني سيكون من أهل الأعذار، فكم كلها؟ قل له ارسلها شيء اللي تقدر. احنا راهم يسألونا إخواننا هنا في الجزائر الفدية تاع رمضان شحال يخرج، راني نقول لهم يخرجوا 100,000 على الشهر أقل شيء، يعني على الأقل إذا خرج 100,000 على كل الشهر يكفي. ولكن كان بعض الناس ربي فتح عليهم وأعطيهم الرزق، 100,000 وش راح تبان؟ يزيد يزيد فيزيد الله له الفضل والأجر، وخاصة في رمضان، لأن يعني أفضل صدقة صدقة في رمضان. اللي عنده دراهم ما يخرج 100,000، يخرج 300,000، يخرج 500,000، اللي قادر يخرج أكثر، لأنه فدية وصدقة. لكن اللي المدخول تاعو ضعيف وحتى 100,000 تأثر على مصروفه الشهري، نقول له أنت 100,000 تكفيك، واللي ماهوش قادر عليها أصلا تسقط عليه، غير مطالب، ماهوش مطالب بها أصلا. نعم. هذا هو. نعم. بارك الله فيك. ولهذا إذا كان لو كان يقول أني أرسلت لها 100,000 أقول له تكفي، ولكن هذا شهر رمضان اللي جاينا إن شاء الله شهر الخير والبركة، والصدقة تشفي المرضى، ترفع الهم وتزيل الغم وتصلح الحال وترضي الرحمن. ولهذا إنسان اللي عنده درهم والخير ما يخرجش 100,000، يزيد، لأن الله تعالى في القرآن في باب الفدية قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني لي زاد ربي يزيد له. هذا هو. نعم. طيب فاطمة من تلمسان معنا. ألو. نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، حبيت نطرح سؤال للشيخ. تفضلي. شو أنا عندي مبلغ من المال وهو متفرق مسلفات وهكا الناس، وكان يجتمع هذا المال يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول، أسكو تجوز فيه الزكاة ولا لا؟ هذا سؤال الأول. وانت عندك نصاب واحد آخر ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش، أعطاه هذا المال اللي راح متفرق. والسؤال الثاني، نعم، إذا كان جوز فيه الزكاة، هل من الممكن هذاك المبلغ هو ماشي حاجة كبيرة، كان نزكيه، أسكو هذاك المبلغ تاع الزكاة نقدر نزيد عليه باش نشري به أضحية عيد لوحدين يتامى؟ خلاص شيخ؟ إن شاء الله. واضح. واضح سؤالك. شكرا. وانت وقت الزكاة تاعك؟ وقت الزكاة طاحت مع اول سنة. نعم. صح، انا المبلغ كيما اللي قلت لك راه متفرق مسلفاته. نعم. واضح ان شاء الله. شكرا. مع السلامة فاطمة. صحيت. السلامة. محمد من تمرست. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شراك الشيخ سؤال الله يحفظك. تفضل يا محمد، تفضل. بارك الله فيك شكرا. الشيء اللي راه صار في الجزائر هذا من الجمعة. نعم. لاحظ ترى في الدين الإسلامي يجوز هذا الخروج عن الحكام أم لا يجوز؟ وأرجو تعطوني الإجابة بالدليل، يعني من كتاب الله وسنة رسول الله. الرد. طيب واضح محمد ان شاء الله، واضح ان شاء الله، تسمع الجواب بعد قليل ان شاء الله. شكرا. طيب نجيب فاطمة من تلمسان، هذا المبلغ المالي دكتور موسى هل فيه زكاة او لا؟ مع العلم انها اقرضت منه. هو اذا ما عندش نصاب الا هذا اللي مسلفته، عندنا احنا الزكاة بالنسبة للمال اللي سلفه الواحد القرض الحسن، هذاك لا يحسب في الزكاة حتى يرجعوا. معناها نقول لك أنا حتى يرجعوا لك الدراهم هذوك وتزكيهم. إذا حبيت تزكي، يعني من باب حبيت تزكي قبل ما يرجعوا لها الدراهم اللي عمسل لها ذلك، يعني مأجورة على ذلك، ما فيش مانع أنك تزكي إذا حبيتي. ولكن ما دام المال هذا راك مسلفاته وحسنة، يعني قرض حسن، الزكاة ماكش مطالبة بها حتى يرجعوا لك الدراهم هذاك. قالت هل ممكن تشري بهم؟ نعم. نعود إن شاء الله. نعود فيه مكالمة على الخط من العاصمة، أم عبد المجيد معي. نعم. ألو. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم عبد المجيد مرحبا. في الأول يعطيكم الصحة. نعم أم عبد المجيد مرحبا بك، تفضلي. يعطيكم الصحة على هذه الحلقة. الله يسلمك، بارك الله فيك. السؤال تاعي وفيك بارك. السؤال تاعي في خصوص زكاة الذهب. يا شيخ السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. نعم. يسلمك. يا شيخ أنا عندي كمية ذهب، يعني في الأول شريته كان شراء تاعو بهية زينة، لكن فيما بعد يا شيخ تغيرت الظروف تاعي. قلت هذا الذهب فيما بعد نداخله مال للطفل كي يكبر، يعني في الاول شريته بنية زينة، وبعد فيما بعد تبدلت الظروف قلت نخبيه مال للطفل كي يكبر ولا ندير به كاش ما مشرى عليا وللطفل. يا شيخ واش تبي نعرف الى هذا الذهب ذوك عليه زكاة؟ واش عليه اختنا الكريمة؟ هذا الذهب بنتي تلبسيه تسلفيه الخياطة ولا لا؟ لحد كي تبدلت الظروف تاعي ما وليت نلبسوش. كي تبدلت الظروف تاعي وليت ما الاول كنت نلبس هكا في هذا الساعة العائلة. ولكن احنا اللبسة ماشي شرط طول العام. لو مثلا عندك خيات مثلا ولا اللي توعك في الدار، هل تعطي لهم يلبسوا؟ لا مانيش نلبسوا شيخ، مانيش نلبسوا. من هذاك النهار جبتو كاع كي خلاص صح توسم. واضح سؤالك، واضح. نجاوبوك يا شيخ، ماذا بيا توضحي العمليه
العمليه اللي اذا كان يجب عليه الزكاه تبين لي كيفاش، وهل يجب نمد هذه الزكاه للوالدين؟ نعم شيخ، من فضلك ادعي لابني لي وابني عبد المجيد ان شاء الله. ربي يحفظه ان شاء الله. الله يسلمك. بالسلامة. شكرا. طيب استقبل مكالمة زينب ونجيب. نعم سيدة زينب من العاصمة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم وليدي. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أنا حبيت نسافر لعمرة. نعم يا زينب. حبيت أنا نسافر بدون محرم باش ندير عمرة بدون محرم. عمرها 66 سنة، حبيت نروح نجيب عمرة فيها دار رمضان. طيب. ولادي كل واحد دار شغله. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله أختي زين. إذا نواصل في الإجابة. بالنسبة لفاطمة من تلمسان اللي ذكرت دكتور هذه الزكاة لما تزيد عليها وتشتري أضحية للفقراء. شوف إحنا الأصل في الزكاة أنها تملك. واحد عنده دراهم الزكاة يعطيهم للفقير هو يدير واش حب، لأنه هذوك اليتامى اللي تشري لهم أضحية ربما راهم محتاجين للمال في حاجات أخرى أكثر من الأضحية. ولهذا إحنا في الأصل في الزكاة الفقير نعطولو الدراهم في يدو يحل يخلصهم مكرا ولا ياكلهم ولا يشري بهم دواء ولا يشري أضحية، هو حر في ذلك. ولهذا الأفضل إحنا نعطولو الدراهم ويتصرف. أحيانا ماهوش كل يوم، في بعض الأحيان الفقير هذاك اللي نعطوله الزكاة ما يعرفش يتصرف، يبذر دراهم. يعني بعض الناس لا غالب هذا هو، لو كان تعطي له 10 ملايين في يده ما يشدولوش 10 أيام لأنه ما يعرفش يتصرف. هذا لو واحد مثلا مزكي يقول لنا أنا هذا الزكاة هذه ما نعطيها لوش مرة واحدة، نقسمها له، هل يجوز؟ عندنا في الفقه وذكرها الشيخ ميارة في الدور الثامن وغيره أنه إذا كان عزلها عن ماله قال 10 ملايين نحيهم دراهمي ونحطهم بجهة وكل شهر نعطي له الدراهم هذوك، ولكن ما نتصرف فيهم ما نتاجر بهم ما نستخدمهم، ما يكونش عندي تحايل على مال الزكاة. هذا فيه يعني فيه مخرج هذا ويكون فيه تيسير على الناس إن شاء الله. إن شاء الله. لأن بعض الناس لو كان تعطي له دراهم بزاف يصرفهم ما يعرفش يتصرف. نعم. وربما يخلي ولاده ضايعين ويروح يصرف دراهمه في حاجات لا تفيد. إذا قسمها بهذا الشكل فيها توسعة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. محمد من تمرست يسأل يقول هل الأشياء التي تحدث هي خروج عن الحكام؟ هو الخروج عن الحكام. ما هو الخروج عن الحكام شيخ؟ نعم نسألك أنت شيخ محمد. الدستور. نعم. في الجزائر. نعم. هل أعطى الحرية في هذا الموضوع ولا لا؟ نعم أذن في ذلك. خلاص الحاكم هو اللي أعطى حرية التظاهر السلمي. التظاهر السلمي. نعم. وش ما الخروج عن الحاكم؟ نعم. حتى نفهم ما هو الخروج على الحاكم يعني هذا اللي يقول على روحه، لان نعم. بعض الناس راه يهدر وخلاص. نعم. ولكن انا نحذر من حاجه. نعم. كاين بعض الناس يحرمون الخروج على الحاكم، بصح هما لو كان تجي في يدهم يفسدون الحرث والنسل. نعم. وما التسعينات الا النذير بذلك يعني. نعم. إنسان يرد باله، لكن العالم كله اليوم دساتير العالمية اللي تحترم نفسها عندها حرية الأفراد. نعم. وعندها حق التظاهر السلمي، احنا ما نجوش ضد. نعم. وما دام الدستور هو اللي ينص على هذا هذا ما عندوش علاقة بالخروج على الحاكم. نعم. هذا نعم.
بارك الله فيك، شكرا لتوضيحك دكتور. سيدة أم عبد المجيد، هذا الذهب الذي تدخره للابن، قالت كي يكبر إن شاء الله يلقاه، هل فيه الزكاة أو لا؟ شوف، نعطي لها القاعدة عندنا في الفقه المالكي، لأن عندنا احنا في المذهب المالكي أن الذهب اللي تستعمله المرأة المباح لا يزكى، لأن عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها كان لا يخرجان الزكاة المستعمل، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحلي نساءه ويحلي بناته ولا يخرج من هذا الذهب الزكاة. ونقل الحسن البصري عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الزكاة في الذهب المستعمل. كيفاش الذهب المستعمل؟ ما هو الشرط تستعمله كل يوم ولا كل شهر، معناه عندها نية أنها تستعمله إذا نوات، إذا احتاجت إلى استعمال. كاين مرأة قعدت عامين ما عندهاش مناسبة، ما لبستش الذهب تاعها، ما تزكيش، ولو قعدت عامين ما لبستوش، مش شرط تلبسو، ما دام عندها نية الاستعمال وكي تحتاجوا تلبسوا، احتاجتوا بنتها تعطيه لها تلبسوا، سلفته لاختها تلبسوا، هذا مستعمل. نعم، استعملته مره في العامين ولا مره في العام ولا مره في الشهر ولا، لا يهمنا. ولهذا هذه القاعده، لو كان ترد الذهب هذا تولي بيع وشراء ثم لازم تزكيه. طيب هذا هو. ولو كانت تحب تزكي مثلا، فرضا تقولي لا انا نحب نزكي الذهب تاعي، نقولها شوفي شحال الميزان تاع الذهب، وزنيه تقسيم 40، فرضا تقولي لي عندي 120 غرام تقسيم 40 تعطيني 3 غرامات، 3 غرامات هي الزكاة. تعطيهم للوالدين؟ اما تعطيهم ذهب واما تعطي القيمة تاعهم. نعم. المرأة إذا كان باباها ويمها فقراء يجب النفقة عليه، والأصل أن الزكاة ما لا تعطى لمن تجب الزكاة، تجب النفقة عليهم، إلا إذا كان باباها ويمها مديانين عليهم الديون، يجوز للبنت وللابن أنه يعطي الزكاة لباباه ويمه لأجل دفع الديون، ماهوش لأجل الأكل والشرب. نعم. طيب نختم بسؤال زينب من العاصمة. نعم. ومسأل سفر المرأة العمرة بلا محرم. شوف، العمرة سنة. نعم، العمرة سنة والمحرم واجب. هل نخلو واجب على جل سنة؟ لا لا، لو كان الحج واجب والمحرم واجب، هنا يجوز للمرأة أنها تروح للحج مع الرفقة المأمونة ولو بدون محرم، لأن الحج واجب وفرض على الفور، لكن العمرة ماشي كما الحج، العمرة سنة. نقولها تصبر حتى إن شاء الله تلقى مع من تروح مع الأقارب توحى، وتقدر إذا كان ما لقتش محرم وعندها شوق إلى العمرة تدعي ربي يوفقها وتدير الخير هنا في البلاد، تعوض الصدقة العمرة بالصدقة، وخاصة جاينا رمضان. نعم. كم من فقير، كم من يتيم، كم من مسكين، كم من أرملة، راهم الناس بزاف يحتاجوا إلى إعانة، كم من مريض ماهوش قادر يداوي، لعل إذا عاونتيهم ربي يفتح عليك إن شاء الله وتجيبي عمرة وحجة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. بسؤال الأخت زينب نأتي إلى خاتمة العدد. دكتور موسى، نتوجه لكم بالشكر الجزيل على ما قدمت وتفضلت، للإخوة المشاهدين والمشاهدات على المتابعة والوفاء لبرنامج هلا سألوا، لإخواني وزملائي الذين كانوا معي في هذا اللقاء بقيادة الزميل حمزة كمال، وللجميع الذين ستظهر لكم أسماءهم بعد قليل. إلى الغد إن شاء الله لقاء جديد وعدد جديد يجمعنا بكم إن شاء الله تعالى.
نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.